بسم الله الرحمن الرحيم. إليكم الخبر التالي: كل المرضى في العناية المركزة وعددهم 50 مريضا داخل مجمع الشفاء في غزة قد رحلوا عن دنيانا. رحلوا لأنه لا يوجد دواء ولا وقود ولا أكسجين ولا كهرباء. ماتوا في مشهد مأساوي أمام العالم. رحلوا بينما العالم مشغول بالإفراج عن الرهائن الذين اختطفتهم حركة المقاومة الإسلامية حماس. العالم الجبان، العالم الذي لا يعرف للإنسانية طريقا ولا لحق الإنسان في الحياة، العالم الذي يتحدث عن صراع الحضارات وعن نهاية التاريخ وعن عولمة الثقافات وعن حقوق الإنسان، وقس على ذلك. هذا العالم تواطأ واشهد يا تاريخ، اشهد يا تاريخ، أهلنا يدمرون يبادون أمامنا جميعا. ننظر نحزن نتألم ثم ننصرف. يبقى الألم بداخلنا ولكننا نشعر بالعكس. بعضنا جرد من الإنسانية وتناسى أن هؤلاء أهلنا وأطفالنا ونساؤنا. تناسوا معنى الاستراتيجية الصهيونية التي هي بالتأكيد لن تترك بلدا عربيا إلا وتآمرت عليه. اعرفوا هذه الحقيقة، أمامكم الآن فرصة تاريخية أن نحمي بلادنا، أن نحمي شعوبنا، أن نحمي أوطاننا. ثقوا أن شرعيتكم هي في وقفتكم، هي في الدفاع عن هذه الأمة، هي في مناصرة هؤلاء الذين يبادون، هي في أن ننتفض دفاعا عن كرامتنا، عن تاريخنا، عن وطننا، عن أرضنا، عن مقدساتنا، عن شعبنا. ما هذا الدم البارد؟ من هؤلاء الذين يتطاولون؟ ومن هؤلاء الذين يشككون؟ ومن هؤلاء الذين يريدون إهالة الثرى على أشرف ظاهرة، ظاهرة المقاومة؟ من هؤلاء؟ من أي جنس؟ وماذا عن الصامتين؟ وماذا عن الذين يدينون ويقدمون مسوغات تعيينهم لدى الصهيوني ولدى الأمريكي قبل أن ينطقوا بكلمة؟ إياك أن تنطق وتدافع عن أهل غزة، إياك أن تقول حرب إبادة، إياك أن تطالب بوقف إطلاق النار. هؤلاء لابد أن ندهسهم ونبيدهم. تلك هي لغتهم معنا، تلك هي جريرتهم وجريمتهم التي توجب من كل عربي ومن كل مواطن شريف حر أن ينتفض دفاعا عن أهله وعن كرامته وعن دينه وعن أرضه وعرضه. فإلى متى؟ إلى متى الهوان؟ دعكم من التحليلات البيزنطية، دعكم من كلمات لا تساوي قيمتها. الصمود هناك في غزة، في الضفة، في كل جزء من أرضنا العربية. الصمود تبلغكم إياه طفلة خرجت لتوها من تحت الأنقاض. لا يوجد أكسجين،
طفل يموت أمام عينيها. كم هو مؤلم لكل إنسان حر. هذا الطفل الصغير ما ذنبه؟ لكن الحصار حول المستشفيات وحول المجمع الطبي للشفاء في غزة ما زال ساريا. أكثر من 10,000 شخص في مجمع الشفاء محاصرون الآن، منعت عنهم المياه، وممنوع عنهم الكهرباء، وممنوع عنهم الوقود، وممنوع عنهم الغذاء والدواء، كل شيء. يموتون في بطء، ولكنهم يموتون واقفين بالضبط كشجرة الزيتون في الأرض المحتلة. يا أيها العرب، يا أيها الأحرار في كل مكان، هؤلاء أبناؤكم وأطفالكم وأهليكم. لابد تناسوا دائما وتناسوا الآن هذا المجتمع الغربي. نعم هناك حركات وهناك مقاطعات وهناك مواقف من الشارع، لكن هؤلاء الذين يحكمون ويتحكمون هم خدم لدى سيدهم الصهيوني. ومع ذلك لا نيأس أبدا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نرفع راية الاستسلام. ليس هناك فلسطيني مستعد أن يبيع فلسطين، ليس هناك وطني وعروبي مستعد أن يفرط في القضية المركزية للعرب جميعا. نعرف أن الأزمة عاتية، وأن العدوان لن يتوقف بسهولة، وأن حرب الإبادة مستمرة، لكننا على ثقة من أن ساعة الانتصار قادمة، ومن أن الضربات التي توجهها المقاومة إلى العدو وإلى جيشه المحتل أبدا لا يتوقف. هذه المقاومة الباسلة التي تضرب المثل وتعطي رسالة لكل من يهمه الأمر أن أرضنا لن نفرط فيها، وأن العدو لا يمكن إلا أن يكون أوهن من بيوت العنكبيوت. لا يمكن لهؤلاء الذين جاءوا من كل حدب وصوب في أرضنا، لا يمكن أن ينتصروا بأي حال من الأحوال. لن تقضوا على حماس، ولن تقضوا على الجهاد، ولن تقضوا على السلطة الفلسطينية، ولن تقضوا على فتح، ولا الجبهة الشعبية، ولا الديمقراطية، ولا أي فصيل فلسطيني، لأن هناك شعب مؤمن بأرضه، لأن هناك أطفال يخرجون من تحت الأنقاض ليبعثوا برسالتهم إلى الجميع. خرجت لتوها من الأنقاض، خرجت لتوها والدماء تسيل من رأسها ومن كل جسدها، ومع ذلك نست الحياة والأمل في الحياة، نست الطموح، طموحها الوحيد فلسطين، لأن دمها فلسطيني. هذه طفلة صغيرة تعطي دروسا للجميع بأن صاحب الحق لا يمكن أن يتراجع. المحكمة الجنائية الدولية التي يفترض أن تحاكم هؤلاء القتلة تقدم إليها بطلب عدد من الدول: جنوب إفريقيا، بوليفيا، بنغلاديش، جيبوتي، وجزر القمر. هؤلاء الدول الخمس الذين تقدموا بطلب للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل. ولا تعليق لدي أكثر من الخبر. سنظل نقاوم كلمة تتردد على ألسنة الأطفال الصغار: إنه الإيمان الحقيقي. مخطط تهجير وتفريغ غزة مستمر، لا يتوقف. كل ما يقال ويتردد في بعض الدوائر
عن إمكانية تراجع الكيان الصهيوني هو مجرد أكاذيب. اللي بيأكد ده التقرير اللي نشرته وكالة بلومبرج، قالت فيه إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بيدعموا وضع خطة عشان ينشروا قوة حفظ سلام أممية في قطاع غزة بعد الحرب، بعد الحرب، بعد الإبادة. بلومبرج قالت إنه أحد الخيارات اللي بيدرسها الجماعة الأمريكان أو المسؤولون الأمريكيون وإخوانهم الأوروبيون هو توسيع دور هيئة الأمم المتحدة عشان تراقب الهدنة للمساعدة في تنفيذ الاتفاقيات بين الفلسطينيين وبين إسرائيل زي ما حصل قبل كده في أوقات سابقة. الفكرة بتقوم على إنشاء قوة تشبه قوة اليونوفيل في لبنان أو على غرار القوة الأممية اللي موجودة في هايتي وموجودة في الصومال. نفس الكلام طرحته ألمانيا ونشرته إحدى الصحف الأمريكية نقلا عن وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الألمانية. الوثيقة دي أشارت إلى عدد من السيناريوهات، أظن 5 سيناريوهات، دي ممكن تبقى سيناريوهات محتملة بشأن مستقبل قطاع غزة، بما فيها السيناريوهات اللي حطها عودة الاحتلال الإسرائيلي لغزة أو سيطرة السلطة الفلسطينية أو مصر على القطاع زي ما بتقول الوثيقة، إضافة إلى سيناريو تسليم مهام الإدارة للأمم المتحدة. طيب السيناريو الأممي ده أو الدولي وفقا للوثيقة الألمانية يقضي بتدويل غزة، تتدول تحت مظلة الأمم المتحدة والجماعة الشركاء في المنطقة، وبعدين في مرحلة تالية تنتقل الإدارة إلى سلطة فلسطينية يتم انتخابها. مش كده بس، وزيرة الخارجية الألمانية صرحت أن قطاع غزة لا يجب إعادة احتلاله بل أن يوضع تحت الحماية الدولية. طبعا المقترح الألماني أثار غضب الفلسطينيين، والسفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي رفض هذا الكلام وقال إن كل اللي بيحصل ده مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني، وحماس قالت إنه لن يسمح إلا للفلسطينيين بقيادة غزة. عشان كده بنقول لكل البهوات اللي قاعدين يرسموا في مستقبلنا، ما احنا بقينا خلاص جثة بلا روح، هكذا ينظرون إلينا، مطلوب يقلبونا يودونا حتى هنا ويجيبونا حتى هنا، بنقول لهم دي كلها مجرد أدغاس أحلام لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع. عارفين ليه؟ لأن الشعب الفلسطيني سيقاوم كل المخططات، والسلطة الفلسطينية أبدا لن تذهب على ظهر دبابة إلى غزة، والحديث عن تدويل غزة هو مجرد أكذوبة. على كل حال معنا على سكايب المحللة السياسية نور عودة من رام الله. أستاذة نور مساء الخير، أود أن أعرف رأيك فيما يتعلق بموضوع تدويل قطاع غزة، أن تكون هناك إدارة أممية، أن تكون هناك إدارة مشتركة ما بين دول خارجية وما بين دول من المنطقة العربية. دكتورة نور أريد أن أسمع إجابتك ورأيك في هذا الذي يطرح الآن. أنا الحقيقة مش سامع كتير صوتك دكتورة، أسألك عن مخطط تدويل غزة الآن. هناك مخطط نشر في الخارج وألمانيا أيضا طرحت هذا الأمر، تدويل غزة بعد الحرب. يعني هذا الطرح منسجم برأيي مع ما يريده نتنياهو، وهو إبقاء الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومنع أي أفق
سياسي لإنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال الوطني الفلسطيني. قطاع غزة ليس دولة منفصلة عن باقي الكينونة السياسية الفلسطينية، والحديث عن التدويل وعن مستقبل غزة وكأنه لا يعني باقي الشعب الفلسطيني هو أمر خطير للغاية. ولكن يعني يبقى تداوله الآن، وكما تفضلت يعني طرح من قبل ألمانيا وهي يعني أكثر دولة تتقدم بما يريده ويتمناه من يحكم إسرائيل، وبالتالي يعني أنا برأيي ما زال هذا خطر موجود، ولكن يمكن تفاديه إذا كان هناك موقف عربي وفلسطيني صلب يواجه مع دول أخرى هذا النوع من الطرح الخطير. دكتورة نور، إلى أي مدى تعتقدين هناك 5 دول تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة المسؤولين عن العدوان على غزة كمجرمي حرب؟ إلى أي مدى تعتقدين بجدوى هذا الطلب وإمكانية مثول مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام هذه المحكمة؟ أنا برأيي هذا تطور مهم، يعني حتى وإن كان يعني حتى الآن المدعي العام كريم خان لم يعطينا أسباب كثيرة لأن تكون ثقتنا عالية به وبما يقوم به تجاه الجرائم الحرب الحاصلة في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، ولكن هذه الخطوة تشكل ضغطا إضافيا، يعني فينا نفهمه في الصورة الأوسع لتعالي الأصوات ضد حرب الإبادة الحاصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولنفاذ قدرة يعني حلفاء إسرائيل على إقناع الدول بأن ما يحصل مبرر وبأن ما يحصل يمكن السيطرة عليه وسينتهي قريبا وهو منسجم مع القانون الدولي. كل هذه الأعذار والمحاولات سقطت، والتوجه من قبل دول أخرى لتعزيز طلب فلسطين الذي قدم قبل سنوات عديدة بضرورة محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية هو خطوة جيدة، خطوة في سياق يعني يجب أن تكون في سياق جهد سياسي أكبر وأشمل بطبيعة الحال. دكتورة نور، كما أن الحملة موجهة ضد المقاومة في غزة، هناك أيضا حملة إسرائيلية موجهة ضد القيادة الفلسطينية وتحديدا ضد الرئيس محمود عباس أبو مازن. منشورات عديدة وصور حملت صور أبو مازن وتطالب بعزله ومحاكمته، وهذه المنشورات وزعت في أماكن عديدة من قبل العدو الإسرائيلي. كيف ترين هذا المخطط في مواجهة السلطة للفترة القادمة؟ يعني أنا برأيي الحرب والعدوان الآن هو ضد كل الشعب الفلسطيني وليس ضد حماس في قطاع غزة، وهذا يعني موضوع مهم يجب أن ندركه بشكل عميق جدا. ما يحدث الآن هو محاربة لمقومات الحياة للفلسطيني في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية، حيث يحدث يعني ليس فقط هجمات من قبل جيش الاحتلال وإنما أيضا من ميليشيات المستوطنين وبشكل يومي، وقد هجر المستوطنون خلال 40 يوما الماضية يعني أكثر من 1000 فلسطيني من تجمعات سكنية معزولة في الضفة الغربية. هلا يأتي هذا السياق، يعني يأتي الهجوم على القيادة الفلسطينية في رام الله في هذا السياق، بأنه هذه الدولة التي يحكمها غلاة المتطرفين والمستوطنين لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني، لا تريد أن يكون له قيادة سياسية من أي لون أو نوع أو شكل، ولا تريد أن يكون هناك من تحاوره لأنها لا تريد الحوار أصلا. فبالتالي بالنسبة له هذه فرصة، هي يعني تصور ما يحصل في غزة وكأنه حرب على حماس، وتريد تجنيد الرأي العالمي الدولي ضد حركة حماس، وتريد يعني إقناعهم ضد المنطق وضد طبيعة الأمور أنها بإمكانها أن تقضي على حركة مثل حركة حماس، وفي ذات الوقت تحرض على القيادة السياسية لمنظمة التحرير في الضفة الغربية، لأنه بالنسبة لهؤلاء يعني الهدف المركزي والهدف الأكبر هو الضفة الغربية، هو إنهاء مشروع الاستعمار والاستيطان والتخلص من الشعب الفلسطيني بشكل عام في الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا سيكون أسهل بكثير بدون قيادة سياسية. يبقى أن يعني نرى تحولا
وإنهاء للانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية، حتى يصبح أصعب على هؤلاء تنفيذ وتمرير مخططاتهم طبعا. من رام الله رام الله دكتورة دكتورة نور عودة، شكرا شكرا. جزيلا لك. بالقطع كما هو واضح الآن، فإن يعني الرؤية التي تطرح وبدأت تتردد كثيرا أن الدور على الضفة الغربية، وأن الهدف هو الضفة الغربية، وأن الإعلام الإسرائيلي يمهد لذلك، يمهد لحرب إبادة تنتقل من مكان إلى مكان ومن دولة إلى دولة. مذيع إسرائيلي طلع وعبر عن ذلك بكلمات واضحة ومحددة. المذيع الإسرائيلي يقوله كل إسرائيلي: علينا أن ندرك حقيقة الأهداف، وعلينا أن ندرك حجم الكراهية والحقد على كل ما هو عربي، وعلى الجميع أن يستوعب أن أحدا لن يكون مستثنى، وأنهم ينظرون إلينا جميعا على أننا في خندق واحد. ما يقوله المذيع الإسرائيلي يجب أن يدرس تماما، ويجب أن نعرف أن صوت القادة الإسرائيليين هو كصوت المواطنين والنخبة داخل الكيان الصهيوني. على كل حال، التهديدات الإسرائيلية لا تتوقف، تتعدى كل الخطوط الحمراء. وزراء حاليين، وزراء سابقون، الكل أصيب بتخمة الغطرسة والتطاول والإهانة ضد كل ما هو عربي. آخر التهديدات من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بنت، علق على إعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اللي قال إحنا مش هنوقع على اتفاقية لتبادل الطاقة بالمياه مع إسرائيل. رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وقال: يعني إحنا بادرنا كجيران طيبين إلى تحلية مياه البحر والدفع بالمياه المحلاه إلى نهر الأردن، ليتمكن الأردن من ضخ المزيد من المياه وتزويد سكانه بالمياه. لقد قمنا بذلك لمساعدة جيراننا المتعطشين للمياه. إذا كان قادة الأردن يريدون أن يعطش شعب الأردن فهذا حقهم. طبعا كلام في منتهى العجرفة، كلام وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، كلام واضح. قال أن بلاده لن توقع اتفاقا لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، وقال أن حتى اتفاقية سلام يعني مجرد أوراق عليها غبار وليس أكثر من ذلك. وتساءل الصفدي خلال اللقاء: هل نتخيل وزيرا أردنيا يجلس إلى جانب وزير إسرائيلي لتوقيع اتفاقية بينما تقتل إسرائيل أهلنا في غزة؟ طبعا أنا بحيي وزير الخارجية الأردني، الحقيقة أصبح له صيت واسع في الشارع وبيعبر عن سياسة قومية عروبية حقيقية. على كل حال، معنا على الهاتف الخبير الاستراتيجي دكتور إبراهيم العبادي من الأردن. دكتور مساء الخير، أحييك وأحيي شعبنا في الأردن قيادة وشعبا حقيقة، ولكن أريد أن أسألك عن رد الفعل الإسرائيلي على تصريحات وزير الخارجية الأردني. كيف ترى هذا الرد، وتصورك لطبيعة العلاقة الأردنية الإسرائيلية في الظرف الراهن وخلال الفترة المقبلة؟ تحياتي لكم أستاذ مصطفى، ومسرور بتواجدنا معكم الليلة، وتحياتنا الكبيرة من الأردن إلى الشقيق الكبرى مصر، وإلى شعب مصر العظيم وجيش مصر العظيم. يعني سيدي، كما تحدثت حضرتك وأسلفت في كثير من المواقف التي كنت تتناولها دائما، إسرائيل دائما تبدأ بالغطرسة وتبدأ بنوع من العنجهية وتسعى إلى تحقيق سياساتها، وربما كانت هنالك فرصة كبيرة لإسرائيل خلال منذ عام 93، وربما منذ اتفاقيات كامب ديفيد كان هنالك فرصة كبيرة
جدا، فرصة كبيرة جدا لإسرائيل لبناء نوع ما تعايش ما بين الشعوب وما بين القيادات في المنطقة. لكن هي إسرائيل منذ البداية لا تتحدث عن سيادة الدول، ولا تتحدث عن فرصة لبناء نوع من التعايش خاصة مع دول الطوق، وعلى وجه التحديد الأردن ومصر. كما أسلفت سيدي، وربما تابعت منذ 7 أكتوبر ومنذ أن بدأت هذه الحرب العنجهية الإسرائيلية وهذه الغطرسة الكبيرة وهذا التدمير وهذا القصف العنيف الذي نراه على الأهل في غزة، منذ بداية الحرب كان هنالك أهداف سياسية لدى إسرائيل أكبر من الأهداف العسكرية التي تتحدث عنها، وإن كانت تتحدث أن الهدف العسكري المعلن لإسرائيل هو القضاء على حماس أو القضاء على المقاومة في غزة، لكن تبين الآن بعد مرور أكثر من 40 يوما بأن إسرائيل تسعى إلى أهداف سياسية كبرى، وهي إفراغ الأرض من أهلها، وبالتالي هي تسعى لتحقيق، عادت إلى الحلم القديم بتحقيق إسرائيل الكبرى، بالبداية تبدأ في غزة ثم تنتقل إلى الضفة وهكذا. إسرائيل الآن تقوم بعملية تطهير عرقي كبيرة كما تعلم سيدي في القطاع، وأيضا يوازيها وإن لم يكن هناك تغطية إعلامية كافية، هنالك أيضا تطهيرا عرقيا في منطقة الضفة الغربية في جنين ومخيم جنين ونابلس وطول كرم، هنالك تطهير عرقي كبير، وتحاول إسرائيل الآن بإجبار كثير من الأهالي الفلسطينيين في الضفة الغربية بالخروج من منازلهم، وبالتالي يمكن التوجه إلى الحدود الأردنية كونها الأقرب إليهم. الغطرسة الإسرائيلية بدأت في الضفة الغربية سيدي عندما قام الإرهابي الصهيوني بن غفير بتوزيع ما يقارب 4000 قطعة عسكرية سريعة الحركة وعلى المستوطنين، والآن هنالك حالة من الذعر في منطقة الضفة الغربية تقديري قائمة على قيام المستوطنين بمهاجمة المنازل، بمهاجمة التجمعات الفلسطينية، بمهاجمة المظاهرات أو الاحتجاجات على ما يحدث في غزة. الآن اللي بالنسبة للموقف الأردني سيدي، كما تعلم هو بدأ تدريجيا يتدرج في الخطاب السياسي، لكن احنا الآن وصلنا إلى حالة من التصعيد، وتحدثنا منذ البداية، تحدثت القيادة بلسان جلالة الملك، وأيضا حتى في مصر بلسان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان هنالك حديث واضح وصريح بأن أي تهجير قسري، أي تهجير للفلسطينيين سواء بغزة باتجاه الحدود المصرية أو للفلسطينيين في الضفة إلى الأردن، هنالك حالة من إعلان الحرب. في الأردن وجدنا أن إسرائيل لم تلتزم وربما لم تأخذ بعين الاعتبار بكل الدعوات التي أطلقت سواء إقليميا أو دوليا بإيقاف الحرب والوصول إلى هدنة، وبالتالي يمكن إيصال المساعدات، وبالتالي العودة إلى طاولة الحوار، ومن ثم العودة إلى الحديث عن حل الدولتين، لكن إسرائيل رفضت بذلك طبعا بدعم الولايات المتحدة الأمريكية وبإعطائها الغطاء الضوء الأخضر بخصوص ذلك. فالآن وجدنا أن إسرائيل تسعى لأهداف سياسية بعيدة المدى، تسعى لفصل قطاع غزة عن الضفة، فبالتالي الحديث عن حل الدولتين أو الحديث عن دولة فلسطينية في المستقبل بدأ هذا الحديث يتلاشى إلى حد ما. التصعيد الأردني تجاه إسرائيل بعد أن وجدنا بأن إسرائيل لن تستجيب إلى إيقاف الحرب، فبالتالي هنالك خطابا سياسيا تصعيديا تجاهها، بدأ بسحب السفير الأردني من تل أبيب، بإعلام إسرائيل بعدم عودة السفير إلى عمان، وانتهت اليوم بتصريحات، بالأمس انتهت بتصريحات وزير الخارجية الأردني السيد أيمن الصفدي عندما تحدث بأنه لن يكون هنالك توقيعا لاتفاقيات المياه والطاقة، وهي كانت مدرجة حسب جدول الأعمال بمعاهدات السلام على أن توقع في هذا الشهر في تشرين الأول، لكن الأوضاع الآن لم تعد تسمح. أيضا هنالك انسجاما ما بين الموقف الرسمي الأردني والموقف الشعبي، بدأنا نتحدث بأنه لا يمكن التعامل مع إسرائيل بهذه الحالة، وهنالك كثير من الملفات بدأ التدرج في تصعيد الخطاب فيها، وأعتقد يعني ربما عملية السلام واتفاقية وادي عربة لم تعد هنالك لها أي قيمة. حديث المسؤولين الإسرائيليين عن أنهم يحاولون إيجاد بديل لتعويض الأمن المائي أو ما يعرف بأزمة الأمن المائي التي يعاني منها الأردن، سيد الآن القضية ليست قضية أمن مائي وليست قضية أمن جوي وليست قضية أمن غذائي، نحن نتحدث عن سيادة دول
ونتحدث عن دولة فلسطينية بدأت تتلاشى، فبالتالي إسرائيل تبحث للسيطرة على الأرض والسيطرة على كل شيء نعم بديلا عن ذلك. فبالتالي بالنسبة لنا هنا في الأردن كل القضايا تعتبر فرعية، قضية المياه وقضية الطاقة وأي قضية تتعلق بذلك، لطالما الأمور أصبحت تتعلق في موضوع السيادة. شكرا لك دكتور إبراهيم العبادي الخبير الاستراتيجي من الأردن، شكرا جزيلا لك. أصدر الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس القيادي الرئاسي في اليمن قرارا باعتماد السيد السفير خالد محفوظ بحاح سفيرا لليمن في مصر خلفا للسفير السابق وعميد السلك الدبلوماسي العربي دكتور محمد مارم. دكتور محمد مارم قدم الشكر للسفير الجديد والتقاه وأبدى استعداده دوما للتعاون من أجل اليمن. دكتور محمد مارم الحقيقة لعب دورا كبيرا هنا مع الجالية اليمنية وفيما يتعلق بدعم العلاقات المصرية اليمنية، ظل يتواصل مع الجميع ويقوم بدور السفير الحقيقي الشعبوي عندما تعترض أي مواطن يمني مشكلة. فأعتقد أنه كل التحية والتقدير للسفير دكتور محمد مارم، والتحية والتقدير أيضا لسفير اليمن الجديد الذي بالتأكيد يدرك تماما حقيقة وأوضاع أهلنا في اليمن داخل مصر، وأيضا له يعني تراث من العلاقة مع مصر في أوقات سابقة. كل التحية وكل التقدير. هناك مشكلة بتواجه أبنائنا الطلاب الفلسطينيين اللي موجودين في مصر بسبب المصروفات الدراسية. يبلغ عدد الطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية سواء كانوا من الضفة أو كانوا من غزة حوالي 13,000 طالب. من المفروض أن يعامل هؤلاء الطلاب معاملة المصريين في دفع أقساط الجامعات حسب اتفاقية 1969. الاتفاقية دي نصت على أن يعامل حامل الوثيقة الفلسطينية معاملة مواطنين البلد من حيث الإقامة والتعليم. وبالمناسبة تم تطبيقها في سوريا ولبنان والعراق قبل كده، وفي مصر كانت بتطبق لغاية 1977، وبعد اتفاقيات كامب ديفيد لم يعد للفلسطيني حامل الوثيقة معاملة المواطنين كما هو الحال هنا. عدد الطلبة حملت الوثيقة الفلسطينية المصرية بحدود حوالي 500 طالب، أما بقية الطلبة فحوالي 12,500 طالب. بالنشد سيد الدكتور رئيس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور مراعاة الحالة المادية لشقائنا الفلسطينيين. النهاردة مفيش حاجة في غزة، الأوضاع في الضفة الغربية متدهورة. أقل شيء أن نقدمه خصوصا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يألو جهدا في اتخاذ الخطوات الإنسانية اللي هي بالشكل ده. شعبنا الفلسطيني بيعاني، الأهل مدمرين نتاج ما يحدث الآن في غزة، لا أحد يمتلك مالا حتى يستطيع أن يبعث به إلى أبنائه ده إذا كانوا موجودين الأهل أحياء. فنحن دائما نتوجه إلى الرئيس الإنسان، وندرك تماما أن رئيس الوزراء أو وزير التعليم العالي سيعطي لهذا الأمر كل الاهتمام. الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يكل ولا يمل وسط الأزمات والظروف الصعبة، بيواصل العمل ومتابعة المشروعات القومية الكبرى. النهاردة الرئيس تفقد أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي. استمع الرئيس خلال الجولة التفقدية إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل من خلال عدد من المحاور المرورية. تقرير ثم نعود.
تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي. وقد استمع السيد الرئيس خلال الجولة التفقدية إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل، وذلك من خلال عدد من المحاور المرورية وعلى رأسها ربط محاور المشير طنطاوي وعمر سليمان ومحور الشهيد جميعهم بمحور المستشار عبد المجيد محمود، إلى جانب العمل الجاري في كوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولا الى كورنيش النيل. منطقه كورنيش خلاص مشرف النيل يا فندم، المنطقه يا فندم سيادتك امرت بربط منطقه كورنيش النيل يا فندم ومتحف الحضارات بكوبري يا فندم، بيربط عشان يربط معانا القادم من القاهره الجديده يا فندم بمحور عمر سليمان او محور سمير موسى يا فندم، مرورا بمنطقه المقطم، مرورا بمحور رئاسه الرزق، مرورا بكوبري طه حسين وكوبري الدكتور صلاح الشاذلي على الاتصالات، ثم شارع الفصاد يا فندم، مرورا بكوبري العميد ابراهيم رفاعي سيادتك مشرفنا عليه، وصولا لكورنيش النيل يا فندم ومصر القديمه. هنكمل بعد كده. تمام يا فندم، تمام يا فندم. محور 3 يوليو يا فندم، المنطقه اللي بعد كده كورنيش. تمام يا فندم، كويس. تم يا فندم نهو اعمال تطوير كوبري قصر النبي يا فندم اللي كان بيحل معانا المشكله التنقل المروري اللي كان تحت الاشاره هنا يا فندم، وتم نهو الطبقه السطحيه والتخطيط يا فندم وعمل اللوحات الارشاديه. تم يا فندم تطوير منطقه كورنيش وعليها 5 حاره مروريه كل اتجاه بدلا من 2 حاره في المنطقه من اسم مصر القديمه حتى تقطعوا مع الطريق الدائري، وتم انشاء كوبري يا فندم توسيع على نهر النيل بطول 300 متر. وتم نهوه يا فندم وجاري عمل التوسع الحفري في الارض كل ده اخر الشهر ان شاء الله يا فندم. هنا فندم جاري تطوير يا فندم منطقه قصر النبي المتجه لزرع مصر القديمه، دي اللي احنا لسه شغالين فيها بس فندم طبقا للازاله اللي شغالين فيها. طب احنا قدامنا قد ايه؟ فندم المنطقه دي بالكامل خلصت عادة، بس في حي مصر، حي مصر القديمه موجود، هو جاري نقله حاليا يا فندم، يعني خلال اسبوعين او ثلاثه هيكون اتنقل بالكامل وهنكمله بعدها على طول. وبرضه الموضوع سوق البطيخ والكلام ده، هو حي مصر القديم وسوق البطيخ والبنزينه وبنزينه التعويض هم ثلاثه مع بعض، يعني خلال اسبوعين ان شاء الله يكون سياده المحافظ وعدنا بان هو خلاص، يعني هم دخلوا فيها وخلاص. وانتوا شغالين؟ احنا شغالين شغالين احنا شغالين. هو كيلو 400 يا فندم، احنا خلصنا لهم 900 متر خلاص فعلا، خلصوا خالص، والجزء اللي قدامهم في اتجاه بالكامل خلصان متحرر اللي هو ده، وهم هيبقوا الاتجاه الكامل بالكامل. سيادتك يا فندم في الكوبري اللي هو توسيعه الكوبري بتاع نهر النيل القديم، سيادتك احنا كنا مصممين التوسيعه بتاعتنا على 120 طن. ده طبقا للكود الجديد، الكود القديم يا فندم كان 90 طن، فاحنا حاليا سيادتك بندعم الكوبري القديم عشان يبقى الاثنين نفس، يبقى نفس العمر الافتراضي ونفس المستوى، واللي ماشي على الكوبري لو مثلا لو ماشي بعجل هنا وعجل هنا ما يبقاش في فرق. كما استمع السيد الرئيس لاعمال التطوير لمناطق الفخارين والفن التشكيلي والحرف اليدويه المتميزه بالفسطاط. سيادتك المنطقه هنا يا فندم اللي هي قريه الفخارين، القريه دي بالكامل يا فندم سيادتك كنت وجهت ان احنا ضمن التطوير بتاعنا ان احنا نعظم المنطقه ديت بتاعت قريه الفخارين ديت. سيادتك احنا فعلا عملنا الكلام ده وحققنا الكلام ده مع وزاره الاسكان ومع مجلس الوزراء بحيث التطوير شامل بالكامل. هو كان في تعارض معاهم في مبنيين بس من ضمن 30 و40 مبنى، سيادتك محافظ القاهره نقلهم جوه، نقل مبنيين منهم جوه في منطقه افضل ما هي كانت موجوده، بحيث الناس ديت يعتبروا شيخ شيوخ الصنعه ديت، فاحنا عايزين بنعظمهم اكتر يا فندم ما هم موجودين. شكرين شكرا. بالأمس فتحنا موضوع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة عليه أول أمس. تساؤلات كثيرة جاءتنا من الذين يعانون من جراء سلبيات هذا القانون. الكثير بيسأل عن موقف الإحلال والتجديد والبناء خارج الأحواز العمرانية وموقف الجراجات والمخالفين على الأرض الزراعية. هل يتصدى القانون الجديد لهذه المشكلات؟ كمان في تعديات مقترحة قدمها عدد من النواب، هل هيكون التعديلات دي ليها بالفعل حظ في أن تأتي وأن يتضمنها القانون لتعبر عن مشاكل الناس؟ الحقيقة تحفظات عديدة، ومعانا سيادة النائب عمرو درويش مقدم مشروع قانون أيضا إلى جانب مشروع الحكومة ومشروع آخر. سيادة النائب مساء الخير. أظن أن كثيرين وبالتأكيد أنا متابع الناس بتتصل بيك فيما يتعلق بمسألة فقرة الكتل القريبة،
البعض شايف ان فقره الكتل القريبه اللي بتضمنها الفقره جيم دي ممكن تكون عائق امام كثير من المساكن اللي اتبنت في الفتره الماضيه خارج الاحوزه العمرانيه. ما هو الموقف من هذا الامر؟ طبعا اهلا وسهلا بحضرتك طبعا عمي. وحضرتك يعني استاذنا في العمل البرلماني. الله يخليك يا عم. ويعني مشروع القانون يعني لو هنتكلم بس على الجزئيه دي يعني انا هاكد على سيادتك وحضرتك طبعا يعني خبره كبيره في هذا الاطار. لو في اراده من الحكومه ان هي تغلق باب المخالفات يبقى تعريف الكتل في اللائحه التنفيذيه هيختلف عن ما يثار دلوقتي او يشاع في الشارع المصري. القانون فيه مكتسبات. نعم. الالفاظ وحضرتك برضه عارف انه تفسير الالفاظ في اللائحه التنفيذيه قد يحمل على المحمل الايجابي وقد يحمل على المحمل السلبي. نعم صحيح. لكن حديث الحكومه في الاجتماعات الخاصه بمناقشه القانون في اللجنه المشتركه هو التاكيد على التصالح على كافه المخالفات خارج الاحوزه العمرانيه بما يغلق الباب تماما امام مزيد من التعديات. كان الحديث في مساله الكتل القريبه انا كان ليا يعني وجهه نظر اللي هي لانه احنا عندنا في نص هذه الفقره عندنا ضوابط كثيره جدا. يعني اولا موافقه وزير الزراعه ثم العرض على مجلس الوزراء فيقر الكتل ومواصفات الكتل ان هي تكون فقدت مقومات الزراعه ومتوصل ليها مرافق. فبالتالي النص فيه ضوابط عديده يمنع التصالح العشوائي ويمنع تبوير الارض الزراعيه. الكلمه بقى المتعلقه بالقريبه او الملاصقه او يعني التعريف ده انا في تقديري الشخصي يعني هي ملهاش داعي. لكن اذا وافق عليها البرلمان يوم الاحد اعتقد انه من الواجب انه تسجل في مضابط المجلس تعريف الكتل القريبه عشان يؤخذ في اللائحه التنفيذيه. وده هيبقى دورنا كبرلمان. قضيه الاحلال والتجديد. طيب كويس جدا. هقول لحضرتك حاجه في نص المشروع. ان من تحصل على موافقه بالتصالح يعتد به كرخصه مكتمله الاثر. ده معناه الرخصه في القانون تحمل الاحلال او التجديد او التعليق. يعني اللفظ اللي موجود في القانون منضبط تفسيره في اللائحه التنفيذيه يعني هيشيل اي لبس او اي لغط. لكن كانت الرؤيه في مناقشه اللجنه انه الاحلال او التجديد او التعليق. وبعدين هقول لحضرتك حاجه برضه عشان الحديث لمن هم خارج الحيز العمراني. موافقه الزراعه على الكتل السكنيه دي موافقه يعتد بيها في الحالات الفرديه بقى. يعني ده اللي احنا اتكلمنا برضه بيه في الجلسه عشان الناس. لكن الناس هتعرض على مجلس الوزراء. طبعا. ما بص حضرتك يعني الكتل السكنيه هو ما نقدرش يعني او مش هينفع ان ما يكونش في ضابط لمساله التصالح خارج الحيز العمراني. حضرتك تعلم جيدا انه يعني حجم التعديات على الارض الزراعيه عدى ال 100,000 فدان. وتوجه الدوله نحو الحفاظ على ما تبقى من الرقعه الزراعيه والتكاليف اللي احنا بنتكلفها لاستصلاح اراضي صحراويه كتير. فالضوابط موجوده. لكن لو احنا عايزين نقفل الباب النهارده امام مزيد من التعديات يعني حضرتك طبعا تعلم انه تم تعديل التصوير الجوي. نعم. بقى 15/10/2023. صحيح. الكتل ويمكن مندوبي وزاره الزراعه تحدثوا في ذلك وكان سيد وزير الزراعه في وقت سابق اتحدث وقال برضه اللي خد نموذج 10 على في القانون القديم خلاص خرج من حيز الزراعه. النهارده احنا بنقول ان موافقه مجلس الوزراء على الكتل السكنيه اللي خلاص اتطورت ومتوصل ليها المرافق تعتبر بعد طبعا هي اعلى من موافقه وزاره. نعم. تقدر نعتد بيها في اللائحه التنفيذيه. نعم. يعني انا بس عايز اطمن الناس من خلال سيادتك انه حتى لو هناك بعض المصطلحات اللي المواطن الطبيعي مش مدرك تفسيرها نقدر احنا من خلال الجلسه يوم الاحد ان شاء الله نوضحها في البرلمان وتوضح بشكل اكثر في اللائحه التنفيذيه. سيادة النائب انت قدمت مشروع برنامج الحقيقه واصبحت الكره
في ملعبنا نحن الآن. الحكومة بتقول احنا قدمنا المشروع وعليكم أنتم كمجلس نواب أن تقرروا ما فيه صالح الناس. أنا بشكرك سيادة النائب عمرو درويش. وبالفعل يعني احنا جالنا رسائل كتيرة جدا اللي بيقولك لازم نلغي فقرة الكتل القريبة، قبول التصالح سواء داخل الحيز أو خارجه، داخل نطاق التصالح أو خارجه، استبدال نموذج 10 المؤقت بالنهائي دون معينة للمساحة أقل من 200 متر، السماح بالإحلال والتجديد للحوائط أو الأسقف والبناء بنموذج 10 باعتباره رخصة، إصدار كتب دورية فورية موضحة القرارات وإرسالها للمحليات، والتسهيل على المواطنين للبناء ثم قفل هذا الملف. طبعا جاءنا برضو رسائل كتيرة. وليد أبو عيسى بيقول القانون سيء بدون التعلية والإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني. أيضا روماني خليفة بيوتنا خربت أين قانون التصالح. كمان أحمد علي تقريبا أحمد هاني أحمد عناني القانون لم يعالج مشكلة مليون أسرة خارج نطاق التصالح بسبب كلمة الكتل القريبة. ميرال أحمد نرفض القانون الجديد ونطالب بحذف مصطلح الكتل القريبة وغير ذلك من الرسائل. واضح أن في رأي عام نتمنى بالفعل على طبعا الحكومة قدمت وخلصت، بس نتمنى برضو عندما تكون إرادة مجلس النواب نتمنى أن الحكومة أيضا تكون يعني متساهلة ومستجيبة لمطالب الناس التي عانت ولا تزال تعاني على مدى سنوات. في ناس الحقيقة إذا ما تمش تعديلات يعني كأنه بيوتها هتضيع منها. بنسمع صرخات الناس، ولما بس فتحنا صفحة البرنامج وجدنا يعني آلاف البشر بيرسلوا لينا وكأنهم جميعا على رأي واحد. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه أمس الأول على أن يتولى اللواء شريف الرشيدي نائب رئيس الجهاز مهام القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن يتم تعيين رئيس جديد للجهاز خلفا لأيمن حسام الدين. القرار لم يتضمن أي أسباب للإقالة، و لا نريد ايضا اذا كان الامر متعلق بارتفاع الاسعار بالتراخي في العمل. هي حاجه ما حدش عنده معلومه لغايه دلوقتي لان القرار صدر مجردا. وبنقدم التهنئه للسيد اللواء اركان حرب احمد علي رئيس ديوان السيد رئيس الجمهوريه لتوليه منصب امين عام صندوق تحيا مصر خلفا للواء محمد امين نصر رحمه الله عليه مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الماليه وامين صندوق تحيا مصر السابق الذي وفته المنية الشهر الماضي. شهدت الساحة الرضوانية بمنطقة البغدادي التابعة لمدينة البيضية بالأقصر يوم الأربعاء الماضي فعاليات مؤتمر جماهيري ضخم لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة ودعم مواقف مصر في التضامن مع أهلنا في غزة ضد العدو الإسرائيلي. هذا المؤتمر تم تحت رعاية الشيخ زين العابدين أحمد رضوان شيخ الطريقة الرضوانية الخلوتية ورائد الساحة بحضور العديد من الشخصيات والنواب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورموز عديدة، وأيضا بحضور الأنبا بيمن أسقف قوس ونقادة وجمهور غفير الحقيقة في كافة المناحي كانوا متواجدين في هذا اليوم. تقرير ثم نعود. هذا يوم فرح وليس يوم تعيين. أنا طبعا لي عجل يعني طمع في الله عز وجل أن يكون هذا فرح لنا لا تأييد للزعيم السيسي. الله سبحانه وتعالى ناصره، الله ينصر من يشاء من عباده بإخلاصهم لوطنهم وإخلاصهم لدينهم، ونحن نرى فيه من الإخلاص ما شاء الله، لا يحب نفسه
ولكن يحب وطنه وعاش لذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه لمسلمنا وأن يجعل السلام على يديه، سلام العالم كله. شرف لي وبركة كبيرة أن أنا أكون هنا، فرحان جدا في مؤتمر لتأييد إعادة انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والرئيس عبد الفتاح السيسي احنا بننتخبه لينا مش ليه، هو زاهد في الرئاسة، لكن احنا شخصيا، انا شخصيا وكل الشعب اقول مسلم ومسيحي الكل، فرحان جدا انه هو يكون الرئيس بتاعه الرئيس عبد الفتاح السيسي. فنحن امام تحولات كبرى في النظام العالمي، وأمام هزيمة ساحقة منيت بها أمريكا والغرب في أوكرانيا، وأمام مخطط أفشلته ثورة الثلاثين من يونيو، مخطط الشرق الأوسط الجديد، إعادة إنتاج سيف الزيت مرة أخرى، تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم. لا يريدون دولة وطنية ذات حدود وذات سيادة. حضرنا اليوم لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة، ومن الساحة الرضوانية التي كانت اليوم محتشدة بعدد كبير من القياديين والسياسيين والسادة النواب وجموع من جميع مراكز الأقصر والمحافظات الأخرى، حضوراً لتلبية من الساحة الرضوانية لدعم وتأييد الرجل الذي حافظ على كرامة مصر وكرامة الشعب المصري. المؤتمر استغرق حوالي ساعتين، وكان في حشد كبير، وكان بدأ بالقرآن الكريم ومقدمة، وبعد كده كلمة الشيخ زين أحمد رضوان، حضرة الشيخ زين أحمد رضوان، وكلمة رائعة للإعلامي الكبير الأستاذ مصطفى بكري صال وجال بها، وتحدث عن القضية الفلسطينية وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المشرف، عدم التفريط في أي إصابة تراب من سيناء، وأن أي مفرط في هذا الشيء وأي مختلف حول الوطن يعتبر خيانة. وإحنا طبعا جميعا بندعو المواطنين للالتفاف حول قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والخروج في ايام الانتخابات سواء بالخارج او بالداخل. النهارده وجودنا في ضيافه الساحه الرضوانيه بدعوه فضيله الشيخ زين العابدين احمد رضوان، دعم الرئيس زي ما قال حكم من كلمه النائب مصطفى بكري، هو مش دعم شخص ولا دعم انتخابي، ولكن هو دعم القضيه العربيه والقضيه الفلسطينيه وكل شباب مصر خلف الرئيس وخلف قيادتنا السياسيه، في مش بس عايز اقول وقف العدوان على غزه وعلى اهالينا هناك، ولكن تحرير الارض. فاحنا ان شاء الله هنكون اكثر وعيا من اي وقت كان قبل كده. مشاكل المغتربين بالخارج لا تنتهي، وصلتنا شكوى باسم عدد كبير من العاملين بالخارج يقولون فيها أن السفارات المصرية في الخارج قامت بفتح التقديم على امتحانات الطلاب بالخارج المرحلة أظن KG1 لأول مرة هذا العام مقابل $150 للطالب، وتقدمنا للتقديم على KG2 ولكن فوجئوا بالرفض لعدم توفر شهادة KG1، وهذا يعني سنتين من عمر الأبناء. نرفع الشكوى دي إلى السيد وزير التربية والتعليم. هناك مشكلة تواجه أبناء إسنا بالأقصر تتلخص في مستشفى صدر إسنا، مطلوب فصلها عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث أنها صدر لها بالفعل أمر ندب عام 2020 ولم يتم تفعيل نقل الأصول بها، والمستشفى تتبع الطب الوقائي بالمحافظة. نناشد السيد وزير الصحة ببحث هذه المشكلة وحلها. بعد الفاصل حيكون معانا حوار هام مع الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع، لنناقش معها ونتحدث معها في الآثار الاجتماعية والنفسية لجريمة العصر، جريمة إبادة الشعب الفلسطيني، بعد الفاصل.
يشرفنا أن نستضيف اليوم دكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع في موضوع هو تخصصها بالأساس، وبالتأكيد سيكون لدينا الكثير من التساؤلات التي تلقينا بعضها، ونأمل في طرح كل التساؤلات اللي بيعج بها الشارع العربي حول الآثار النفسية والاجتماعية لهذه الحرب. دكتورة، أكثر من 42 يوما على عدوان إسرائيل على أهلنا في غزة، يتعرض فيها المواطنون إلى حروب نفسية متعددة من خلال آليات وأدوات ومنشورات وغير ذلك. حتى الآن من هو المنتصر في هذه الحرب النفسية؟ أولا أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. حتى الآن المنتصر أهل غزة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هقول لحضرتك بالمعنى الاجتماعي، أولا الحق صوته عالي، والحق هو الفطرة. الناس دي أرضها وهم أصحاب حق، ما بال حضرتك أصحاب حق ويعانوا من الظلم على مدار 75 سنة في العصر الحديث. طيب كسبانين إيه؟ كسبانين أولا اهتزاز صورة العدو اللي كان شايف نفسه أنه لا يقهر، وأنه فوق مستوى المقاومة، وأنه حاجات كتير كشفت يوم 7 أكتوبر. الحاجة الثانية، هذا العدو وما يتحصن به من دول تدعي أنها دول عظمى وأصحاب شعارات حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن المدنيين وما إلى غير ذلك من شعارات صدعنا بها، اختفت أمام أول اختبار لهذه القوة. وأصبح هذه القوة بلا وجود وبلا احترام وبلا آدمية مقابل أي إنسان يستطيع أن يدرك. مش هقول لحضرتك حد يعني عنده معلومات أو علم أو ما إلى غير ذلك، لكن أي إنسان يستطيع أن يدرك سيارة منتهى الوحشية عند هؤلاء الأشخاص. الحاجة الثانية، الصورة الإعلامية اللي كانت إسرائيل بتحاول تصورها للعالم كله إن هي الحمل الوديع داعية الديمقراطية والسلام والأمن، وأنها تقاوم من قبل همجيين ودمويين وما إلى غير ذلك. أعيد إيضاح الصورة، وأصبح العالم كله يرى، عندما يستطيع أن يرى أو يرغب أن يرى، أن إسرائيل هي الدولة الهمجية، وهي ليست دولة بالأساس، أنا ما أحبش أقول عليها دولة، يعني العصابة اللي اسمها إسرائيل هي المعتدية وهي الظالمة وهي صاحبة كل أدوات القهر وكل أدوات الظلم وكل أدوات الفجور، وأن المواطن الفلسطيني يدافع عن أرضه وعن حقه ولا يأذي مدنيين ولا يغتصب ولا يقوم بممارسات حوله، أنهم يدعوا ده على فكرة في بداية الحرب ولكن وجدوا أن دعواهم باطلة، وأنه كل الشواهد بتقول أنه الناس دي بتحارب بشجاعة وبتحارب بإخلاص وبتحارب بإيمان. الحاجة الثانية، أنه إسرائيل طبعا اتخضت من الصورة الذهنية اللي حاولت على مدار سنين طويلة بإجراءات تطبيع، بإجراءات سلام، بتصدير بعض الصور الإيجابية، واللي وجدت أن المجتمع العربي ما بينساش قضيته، وأنه الشارع العربي والشعوب العربية تكره إسرائيل، وأنه أنتم ملكوش وجود، وأن إحنا ما عندناش استعداد نتقبلكم. حتى الطفل الصغير بيقاطع حاجات بيحبها عشان خاطر إسرائيل، ومتضامن مع الفلسطينيين. ودي في الحقيقة صورة بتخض الإسرائيليين، لأن الإسرائيليين كانوا متخيلين، لأن هم على مدار الأجيال بيفقدوا قيمة وجودهم في إسرائيل وأرض الميعاد وما إلى غير ذلك، لأنه الأجيال لا تتوارث الفكر بتاعهم. لكن إحنا على مدار أجيال طويلة ما بننساش القضية، ومع كل تجربة بيجدوا أن الطفل العربي عايش جواه القضية وعايز جواه الحق وعايز ينصر الحق، حتى الذين لم يعيشوا ده، بس هو الطفل احنا، ولازم نربي ولادنا على ده على فكرة. تاني حق اللي بعد كده، إسرائيل خسرت طبعا خسائر فادحة في الأرواح وفي المنشآت وحاجات كتير، مش هي في الحقيقة اللي بتخسر، هي أمريكا هي اللي بتدعمها، وأمريكا هي اللي بتخسر مقابل شهداء. المواطن الفلسطيني على حق، المواطن الفلسطيني على يقين أن بينه وبين الجنة الموت، وبالتالي يفوز بالشهادة. فعندما تتسع نطاق الأرواح المهدرة شهداء، مكسب
للشهيد يمكن فراق على أهله وتعب ووجع لينا كلنا بالنسبة له، لكن هو على يقين وعلى إيمان وعلى ثقة أنه هو ما بينه وما بين الجنة الموت. هذه الطفلة فلسطينية دكتورة تقول أنها مش مهتمة بكل اللي حاصل، وإنها بتقول أنا دمي فلسطيني وحواصل وحستمر. بالضبط، لأن هو هؤلاء الأطفال بتربوا على كده. دي الفترة يا أستاذ مصطفى، الحق صاحب الحق عمره ما بيضعف، ودي الإرادة، وده اللي بيوجع قوي المعتدي، وده اللي بيؤكد للظالم أنه ظلمك هيزول مع الوقت. ويمكن ده اللي مخلي إسرائيل بهذا القدر من البشاعة والوحشية. طبعا هي في وحشية وبشاعة، وبعدين ناهيك عن أنه ما كان كل يوم بيحصل ده، بس ما كانش الإعلام بيصور. كل يوم بيحصل انتهاكات وقتل وموت. هو العشر تلاف أو الحداشر ألف شهيد كانوا هيتجمعوا على مدار كام سنة أو كام شهر دون ما أن يدري العالم شيء. لكن ما يحدث الآن على مرأة ومسمع من العالم صعب قوي. الحاجة الثانية أنه أصبحت القضية، قضية ما يحدث في فلسطين، أولا ليست هي قضية دينية، قضية إسلامية أو مسيحية، لا، ولا هي قضية عربية فقط مجرد العرب، ولكن قضية إنسانية. من هو إنسان يرفض ما يحدث؟ فبالتالي هي قضية عالمية على مستوى الإنسان. من لديه قدر من الأدمية والإنسانية لا يمكن يقبل هذا الوضع. من توحش بقى توحش مع العديد من المصالح والعديد من التربية الخاطئة والعديد من المعتقدات الخاطئة، توحش وهو خارج نطاق الإنسانية. أما هي قضية إنسانية، ما يحدث في غزة الآن وما يحدث للشعب الفلسطيني قضية إنسانية. من هو إنسان في العالم، سواء كان مسؤول أو كان فرد عادي من أفراد الشعب أو أي إنسان، لابد أن يفعل ما يستطيع كي يستطيع أن يثبت أمام نفسه آدميته وإنسانيته. ولكن دكتورة، برغم أن الصورة واضحة للعيان جميعا، هناك من هم على المستوى الإعلامي أو السياسي أو السوشيال ميديا من يشكك، ومن يراها فرصة لضرب المقاومة، ومن يوجه للمقاومة أنها هي المسؤولة عن هذه الحرب. شوف حضرتك، هو الفكر الصهيوني متشعب يعني. نعم. هم الصهاينة، الصهاينة أعداء الأدمية وأعداء الإنسانية، جزء منهم في إسرائيل، لكن جزء تاني اللوبي مسيطر على جميع سياسات العالم، وجزء منهم يستأجر من يخون ومن يتبنى الفكر الصهيوني. فليس مش بالضرورة يكون هو إسرائيلي أو صهيوني، ولكن تبنى هذا الفكر نتيجة لجهله، نتيجة لعدم وعيه، ودي بسيطة قوي، لكن نتيجة لمكاسب ومصالح يرى أنها تحقق من خلال تبني هذا الفكر سيحاسب عليها طبعا. وكم من الأشخاص أقل قيمة من الحيوانات عندما يتبنوا هذا الفكر. صحيح. طيب، التأثير النفسي والاجتماعي على على الكيان الإسرائيلي، على مكونات ما يسمى بالمجتمع الإسرائيلي، وشوفنا الهجرة اللي بتتم، من ضمن كمان الخسائر اللي خسرها المجتمع الإسرائيلي أنه يعني على شفا نار، خصوصا أنه كل ما كان يدعو لي أصحاب السلطة في إسرائيل بأنه المواطن الإسرائيلي وأنه حماية الإسرائيلي وأن الإسرائيلي السامي أو السامية كما يدعون، انهار أمام مكاسب سياسية لبعض الأشخاص داخل إسرائيل، ومكاسب وحشية لبعض الأشخاص داخل إسرائيل، وضحوا بالرهائن، وضحوا بالشعب، وضحوا بالجنود، وضحوا بكل شيء مقابل مكاسب وحشية سياسية لمن يعني لأكثر من الوحوش. ما بحب شنطة اسمه ما يعني ما يدعى نتنياهو أو ما على شاكلته يعني. فهنا الفكر الصهيوني مسيطر، من يتأثر بهم ومن يدعي ومن يدخل لمصالح خاصة أو مكاسب مادية كثير. ولكن من الناحية النفسية، كيف استطاعوا ارتكاب هذه المذابح البشعة، حرب الإبادة التي تشن؟ لأن هم تفسيرك دول لهذه هم الشخصية دول. هم دول هم دول. احنا ليه بننسى؟ احنا بس بننسى. احنا لو شفنا المشاهد من اول دفن الأسرى وهم احياء،
الأسرى المصريين، مجازر دير ياسين ومجازر دير ياسين وكفر قاسم وغيره وصبرا وشتيلة وكل يوم في الشارع. حضرتك لو نقل لنا كل ما يحدث في الشارع كل يوم مع تدنيس القدس من شارون ومن معه من الصهاينة، يعني القصة كلها ادعاء من بعض الشخصيات للوقت اللزوم لتحقيق مصالح. يعني احنا لو قارنا ما يحدث في اوكرانيا مع يحدث في فلسطين وتدخل دول اوروبا وتدخل امريكا والمدنيين، ومع انه الفارق كبير جدا والمدنيين حصل لهم حمايه هنا وحصل لهم ممرات امنه وحصل لهم تامينات كثيره جدا وحصل لهم دعوات كثيره جدا، وبالتالي لم تقوم روسيا باباده مدنيين ولم تضرب مدنيين، ولكن العالم كله نتيجه لمصالحه والتفافه حول اللوبي الصهيوني رأى أنها مجازر ورأى أنه لابد من المساعدة ورأى أنه لابد من الدعم وأشياء كثيرة جدا. فالمقارنة لوحدها هتبين العالم ده بيفكر إزاي أو ادعاءاته شكلها إيه، أو أنه أبعد ما يكون عن الإنسانية أو عن حقوق المدنيين أو عن حقوق الإنسان أو ما يدعون من وجود ديمقراطية. حتى دي مفاهيم نظرية لم تطبق على أرض الواقع، عندما يحتاجون لها تطبق وعندما تتعارض مع مصالحهم فلتذهب إلى الجحيم. لكن غريزة الانتقام متأصلة، هل هذا دوافع نفسية؟ هذا الأمر مترسخ فيهم لأنهم لا يروا إلا أنفسهم ولا يروا إلا السامية، وهم أعداء لكل العالم، أعداء لكل الديانات المسيحية والإسلام، هم واليهودية المعتدلة. الصهيوني شيء بشع بشع، تاريخه بيقول كده. التاريخ والتحليل والرؤية والنظرة بتقول كده واقع. لا ندعي عليهم أشياء ولا نطلق عليهم أشياء ليست فيهم، ولكن تحليل ما يقوموا به رؤى العين بيقول إن هم دول. طب تعال نشوف تقرير عن غريزة الانتقام عند الصهاينة ثم نعود. عودة مرة أخرى للحوار مع الدكتورة هالة منصور. استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وعالم صامت لا يريد أن يتحرك والإبادة تتم صباح مساء أمام الفضائيات وعلى الهواء مباشرة، هو مش جديد عليهم، ده مش جديد عليهم، طول عمرهم بيستخدموا ده. ولكن الغريب موقف العالم. الغريب، هل الجميع ركع للصهيون بهذه الدرجة؟ للأسف. دول كانت تدعي أنها دول ذات سيادة وأنها دول ذات ديمقراطية وأنها دول ذات حقوق إنسان وميثاق أمم متحدة، كل ده أصبح فراغ أنا من وجهة نظري. ناهيك عن أنه حضرتك الإعلام مش قادر يصور بالشكل الحقيقي والطبيعي لأن هم برضو مسيطرين بدرجة كبيرة على أدوات الإعلام، ولكن مع تطور الميديا أصبح هناك فيديوهات بتنتشر وتنتقل رغما عنهم. الحاجة الثانية، حالة التعتيم اللي بيحاول العدو الإسرائيلي إن هو يعتم، يعني أقربها لما حاول يدخل بري هو عطل الإنترنت، وبعطل الإنترنت مش عشان الناس ما تتوصلش، عشان فضيحته ما تبقاش قوية، لكن كله بيظهر وكله بيبان. هنا العالم لابد أن يحاسب، وفي الحقيقة إحنا لسنا دعاة حرب، إحنا بديننا وأخلاقنا وتاريخنا إحنا مش دعاة حرب، ولا نرغب في الحروب ولا نرغب في إراقة الدماء حتى من الصهاينة الوحشيين دول، لأنه في الآخر إحنا لسنا دعاة حرب ولا مصاصي دماء مثله. ولكن هناك أدوات سياسية قوية جدا لابد أن تستخدم. يمكن اللي عجبني قوي الإرادة الشعبية، الشعوب العربية من أول الأطفال، من أصغر الأطفال للشيوخ، ببعض الأدوات والإجراءات اللي قد تبدو بسيطة ولكنها أصبحت مؤثرة، وهي المقاطعات. المقاطعات الاقتصادية والمقاطعات الثقافية دي أشياء مهمة جدا لأن ليها أكتر من دلالة. ليها دلالة خسائر اقتصادية، واكتشفنا قد إيه إن إحنا كنا بنمول ناس دي بأرقام مهولة. تاني حاجة، هم عمرهم ما بيجيبوا لنا منتج جيد، بل بالعكس دخلوا الأمراض والمواد المسرطنة والمشاكل والأدوات الرديئة في كل المنتج اللي بيجي عن طريقهم.
الحاجة نمرة اتنين، والأهم إن هم تيقنوا إن ضمير هذه الشعوب وإن هؤلاء الشعوب قوة، وأن عندما يريدوا أن يستخدموا قوتهم مش هيقدروا عليها. صحيح. وإن هم يقدروا، الطفل الصغير ده بيكرههم لدرجة إنه بيحرم نفسه من حاجة بيحبها عشان ما توصل لهمش أي فايدة منها. الحاجة التانية والمهمة جدا، إنعاش الصناعات الوطنية والعودة مرة أخرى لنمط الغذائي السليم. خلي بال حضرتك حتى كل المواد الغذائية اللي كانت بتستهلك كلها مضرة بالصحة، كل منتجاتهم ضارة، سواء ضارة بشكل مباشر في سوق تغذية أو ضارة بشكل غير مباشر من خلال ما يصدر بداخلها. العودة مرة أخرى لنمط التغذية بتاعنا، العودة مرة أخرى للمنتج المحلي. وأنا بستغرب جدا من بعض الناس اللي بتتكلم وبتقول العاملين. طب العاملين ده واحد عنده قوة عمل بيشتغل هنا، هنا مش موجود هيشتغل هنا. خصوصا أنه لما الشركات الوطنية بيتسع نطاقها هتستوعب هذه العمالة، وهذه العمالة مدربة، وهذه العمالة بتاخد منهم الفتات، بياخدش منهم مكسب. أصحاب التوكيلات ما هو كسب كتير قوي قبل كده، وبرضو الفلوس الرقم الأكبر بيروح هناك، ما يشتغل على الاستثمار الوطني. احنا محتاجين استثمار انتاجي. احنا في الفترة اللي جاية كل الشعوب العربية تحتاج الاستثمار الانتاجي وليس الاستثمار الاستهلاكي. نحتاج الى درجة من درجات، مش الانغلاق بشكل كامل، ولكن درجة من درجات الخصوصية وانعاش الصناعات الوطنية والتعامل مع المنتج الوطني والمنافسة بالمنتج الوطني. شركات التوريد، ما انت هتورد للمنتج الوطني. يعني انا بستغرب على الناس اللي بتطلع وتتكلم من غير عقل ومن غير منطق ومن غير تحليل. لا، المقاطعة لازم تكون، والمقاطعة عاملة تأثير قوي، والمقاطعة هي رسالة قوية جدا، وفي نفس الوقت على الجانب الآخر هي استفادة للمنتج المحلي ودعم المنتج المحلي وتشجيع المنتج المحلي. ونحن اقتصاديا نحتاج إلى دعم المنتج المحلي. والمواطن المصري اللي بيشتغل هنا يعرف، أو العربي أو أيا كان، هو يقدر يشتغل في بلده، في شركات بلده. دي قوة عمل، قوة عمل أقدر أستفيد بيها، قوة عمل مدربة. فالقصة هنا إن المقاطعة شيء مهم جدا، ولابد أن نقاطع ونقاطع ونستغنى، مش مجرد إن إحنا نقاطع لفترة على فكرة، ونقاطع على أن تعود الأوضاع مرة أخرى لانتهاء الحرب. لا، إحنا لازم نستغنى عن هذه الشركات وعن هذه المنتجات استغناء كامل. دكتور، القضية الفلسطينية عدت بقوة تتصدر المشهد طبعا، ويمكن في شباب ما كانش يعرف أي تفاصيل عن هذه القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية حولت اهتمام الناس. الناس مثلا كانت مهتمة بقضية معينة، ده في العالم كله أستاذ مصطفى، يعني مش في البيئة العربية بس، حتى المشاكل الحياتية. غلاء الأسعار وغيره تراجع. إحنا عشان الشعب المصري أصله شعب جميل قوي، أفضل شعوب العالم. وعلى فكرة من يدعوا الأفضلية هم بيدعوا السماوية والأفضلية. وأنا دايما أقول إذا كان هناك شعب لله مختار فهو الشعب المصري، شهادة ربنا وشهادة القرآن والسنة. الشعب المصري ده في يوم واحد أعاد ترتيب أولوياته لصالح القضية الوطنية. لو تفتكر قبل 7 أكتوبر طبعاً بنتكلم على، وإحنا عندنا زخم سياسي، انتخابات رئاسية، عندنا زخم اقتصادي، أزمات اقتصادية ومشاكل اقتصادية، عندنا زخم مجتمعي ببعض الظواهر الاجتماعية الغريبة عن المجتمع المصري، وكانت بتشغل الشارع المصري بدرجة كبيرة، من بعض الجرائم، من بعض الملابسات، من بعض السلوكيات. أعيد ترتيب كل أولويات المواطن المصري من أصغر طفل لأكبر شيخ في يوم واحد لصالح القضية الوطنية، وتناسى كل شيء مقابل القضية الوطنية، بل واستجاب واصطف وراء القيادة السياسية لموقف القيادة السياسية تجاه القضية الوطنية، والثقة والإيمان بموقف القيادة السياسية تجاه القضية الوطنية. فهنا ده معدن المواطن المصري، ده معدن الشعب المصري، مش غريب عليه. وهو ده الشعب المصري، إذا عنده قضية بينسى كل حاجة، وبيبقى كلمة وطني هي أول كلمة بتتقال. فإحنا أعيد ترتيب أولوياتنا حتى الآن منشغلين. يمكن كل واحد فينا نفسه يعمل أكتر بكتير قوي من اللي بيعمله. ورأينا أيضا تبرعات المواطنين والشركات. إحنا نمرة واحد تبرعات. نعم. إحنا بنحاول النهاردة أقول لأي مواطن مصري اتفضل، هتلاقيه راح.
قول لأي مواطن مصري اقتطع من قوتك اللي هو عنده أزمة اقتصادية لصالح الشعب الفلسطيني، لاحتياج الشعب الفلسطيني في ثانية هيكون قدامه. فده طبيعة المصريين، واللي أنا دايما في الحقيقة أنا دايما براهن عليها، الشعب ده شعب عبقري، شعب ما فيش زيه في الوطنية. ساعات المعدن الأصيل شوية تراب، شوية أزمات، شوية مشاكل، لكن ساعة الجد لا، ما فيش زي المصريين. ومش بخص المصري طبعا، المصريين أنا متحيز المصريين، أنا بحب الشعب المصري وأرى فيه كل ما هو جميل الحقيقة. لكن إحنا شفنا الأطفال في البيئة العربية، بل بالعكس إحنا شفنا في مجتمعات كتيرة جدا مواقف شعبية جميلة وتأثر بالإنسانية، اللي هو إنسان. عشان كده زي ما قلت لحضرتك، أي إنسان لازم لابد أن يرفض ما يحدث من قبل العدو الصهيوني ويدافع عن حقوق المنتهكة للمواطن الفلسطيني، أي إنسان. واللي ما يقدرش يعمل ده لازم ينزل نفسه من قائمة إنسان. اللي مش قادر يعمل ده ويحس ده ويستشعر ده ويعلن ده، فلازم يعتبر نفسه أنه درجة أقل من درجة إنسان. فإحنا إحنا بقى المصريين اللي إحنا معجونين في القضية طول عمرنا في القضية، وندرك تماما أن أطماع إسرائيل لن تنتهي عند فلسطين، وندرك تماما أننا في الجدول وفي المخطط، وبالتالي إحنا لحمة واحدة. وهنا يستشعر المواطن المصري ما يحدث، ويستشعر المواطن المصري بأهمية موقفه، ويستشعر المواطن المصري أن هي ذي هي القضية الأولى، وأنه على استعداد أن يتحمل أزمات اقتصادية أكثر، ضغوط اجتماعية أكثر، مقابل حرية هذا الوطن. ناهيك عن أنه إحنا شعب مصري لا بنبيع أرض ولا تاريخ، صحيح، ولا عمرنا عملناها ولا عمرنا هنعملها، ولا الشعب الفلسطيني بيبيع أرض ولا تاريخ، ولا صحيح. عنده استعداد يترك أرضه ولا تاريخه بأي حال من. أنا عايزك تعلقي لي على المشهد ده، هذا الطفل الذي طلب من مصر أن يجي ويدخل، عبد الله كحين، وقال أنا رجلي هتتقطع وأنا بناشد مصر أنها تدخلني وأنها تعالجني، فأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفور، وأجرت اتصالات ودخل، والآن موجود في معهد ناصر. ألف سلامة، ألف سلامة عليه. وهو ده إحساس الفلسطيني على فكرة، هو يعلم، لأنه برضو أنا هقول لحضرتك مش مجرد إحساس، مشاهدة للتاريخ وتسلسل الأحداث وما حدث من البداية وحتى الآن، بيقول إن أنا المصري أنا جنبك، أنا جنبك مش بالكلام ولا جنبك بمجرد الدعوات، أنا جنبك، أنا معاك، أنا إيدي بإيدك، أنا في الصف جنبك وقبلك. فهو ده طبيعتنا طول عمرنا، مش النهاردة ولا امبارح ولا هينتهي عند النهاردة، احنا في ظهرهم ومعاهم وواقفين معاهم. وزي ما قلت لحضرتك، احنا لسنا دعاة حرب ولا نرغب في الحرب بأي حال من الأحوال، إنما إذا فرضت علينا سننتصر ولن يهزمنا أحد. لكن رغم هذه المواقف الإنسانية والمواقف السياسية وسعي مصر الدؤوب من البداية لوقف العدوان ومواجهته، نجد بعض الأقلام وبعض الأصوات التي تنطلق وتسيء. هرجع تاني وأقول لحضرتك، فكر، دور على الفكر الصهيوني أو دور على الغباء السياسي بكل الأحوال، لأن هناك على فكرة، أنت متخيل حضرتك أنه الإجراءات وما يحدث كله معلن، أنت رجل سياسة وتعلم تماما أن هناك أشياء كثيرة غير معلنة، وأشياء إذا أعلنت سنعلم قدر مصر وما قامت به مصر خلال الفترة 45 يوم. ولكن في عالم السياسة وعالم الحسابات السياسية لا يعلن كل شيء. ولكن احنا بنتكلم على موقف شعبي، موقف مجتمعي، موقف إنسان. لا، مفيش حد فينا، كل واحد فينا بيعمل اللي يقدر عليه. افتح لي السكة وانا اروح، افتح لي سكة وانا استقبل اسرتين ثلاثة عشرة في بيتي، افتح لي سكة وانا وكلنا اقتطعنا وروحنا، بس تدخل. انت عارف حضرتك لو النهاردة لو سمحوا بدخول الاعانات اللي رايحة، هيحتاج انسان فلسطيني في غزة لحاجة؟ اكيد لا، من مصر بس. يعني انا مش هتكلم كمان امبارح الرئيس باعت 650 طن ده من مصر بس. المشكلة ان الناس
لو لاقية ان الـ في احتياج هتروح، انما المشكلة انه في عربيات واقفة مش عارفة تدخل. النهاردة لو قلت دعوة بس الصبح شوف هيطلع قد ايه. نعم وشباب هيطلع قد ايه، واطباء هيطلعوا قد ايه، وناس هتعالج قد ايه، وناس هتتبرع بالدم قد ايه، وناس هتعمل كل حاجه. ليه؟ مش فضل، احنا واحد، احنا واحد. واي انسان لابد ان يكون عند هذا المنهج عندما يكون انسان. لكن للاسف هناك كثير فاقدي الادميه والانسانيه ويدعوا انهم بشر. سنشوف تقرير ثم نعود اليك مره اخرى دكتوره. مجددا عودة إلى دكتورة هالة منصور. دكتورة، زي ما أنت شايفة كيف يتم التعامل في الداخل الإسرائيلي ذاته، ناهيك عن المشاكل الأخرى، عندهم مشكلة سكانية. خلي بالك هو كمان مسيطر على إعلامه، أنت مش قادر توصل. هو طبعا المشكلة السكانية خطيرة، يعني إحنا كان قبل الأحداث بيتقال إن إسرائيل هتختفي بعد 150 سنة. ليه؟ ندرة الإنجاب ورفض الزواج عند قطاعات كبيرة جدا من الشباب، ووقف تدفق الهجرة بالكم اللي كانوا يرغبوا في الإسرائيليين بعد الانتفاضة الأولى. طبعا بعد ما حدث في 7 أكتوبر أعتقد أن الهجرة عكسية من إسرائيل، وأغلبهم لو بصينا على المطارات هنجد كم النازحين من الكيان الصهيوني إلى باقي دول العالم. الحاجة الثانية فقدان الثقة في أنه إسرائيل هتعمل لهم حماية زي ما كانت بتعلن بأن هي الأقوى والأقوى والأقوى والأقوى، كل ده انهار في 7 أكتوبر. الحاجة الثانية رفض المستوطنين نفسهم، قالوا احنا عمرنا ما هنرجع المستوطنات تاني، مع عدم رغبة في وجود في كيان كاذب من يدعي الديمقراطية، وظن المشاهد اللي احنا شفناها بتؤكد على ادعاءات كثيرة جدا ادعيتها دولة العصابة الإسرائيلية على نفسها من ديمقراطية، من احترام لقيمة الإنسان، من الإنسان اللي هو عندهم، لأنهم يروا أي حد تاني مش إنسان وبالتالي يقابل بوحشية رهيبة. لكن طبعا هذه الانقسامات مع مواقف الوحشية في السياسات، مع الأطماع الكبيرة في الاستيلاء على حق أصحاب الحقوق، ودايما الباطل ما بيستمرش ودايما الحق صوته عالي، مع أطماع كبيرة كانت تعلن للأفراد في هذه العصابة من أنه الانتهاء من الفلسطينيين عملية سهلة، وأنه هينتهوا منهم بإبادة أو بنقلهم لمجتمع آخر، وأن هناك مخطط وأن هناك اتفاقيات وأن هناك خطط مرسومة، كانت تطمئن بدرجة كبيرة المواطن الإسرائيلي بأنه هيمرح براحته في هذه الدولة اللي كانت بتدعي أنها قوية وقادرة على حمايته وقادرة على توفير كل الدعم وقادرة على مخاطبة العالم بدرجة من الإنسانية والود والمحبة. كل ده انهار بعد 7 أكتوبر أمام من هو إنسان ومن يدرك قيمة الإنسانية. طيب الصورة الذهنية للمقاومة، يعني أبو عبيدة الآن أصبح نجما وبطلا كبيرا في الشارع، كيف تفسرين هذه الظاهرة؟ بيدافع عن بلده، واحد بيدافع عن بلده وبيثبت جدار بلده. كل طفل إسرائيلي بطل. كل طفل فلسطيني، سوري أنا أسفة، كل طفل فلسطيني، كل امرأة فلسطينية، كل شهيد، كل من تعرض للمواقف. أنت حضرتك شفت مواقف طفل بيلقن أخوه الشهادة وهو بيموت، أطفال كاتبة على رجليها أساميها وهي بتكتب، شالت الأكسجين منها حطيته في أختها الصغيرة فماتت هي ومات. الناس بتكتب اسمه على رجله عشان يعرف، عارف أنه هو هيموت، فيبقى ده الوسيلة اللي هيعرفوه. إيه الإيمان ده؟ طفلة بتقول لهم أنتوا قتلتوا بابا فاكرين أنكم فرحانين، ده هو طلبها وهو راح الجنة وأنتوا يعني في دروس واحد شال أشلاء أخوه في شنطة مدرسة، دروس إيمان ودروس قوة عقيدة ودروس قوة الحق ودروس قوة الإرادة، كل دي دروس لابد أن نتعلمها جميعا. لأنه في الحقيقة قضية الموت والحياة كلنا من قبل ما نيجي الدنيا ما متحدد هنموت إزاي وهنموت فين. وإحنا جميعا بالإيمان نعلم أن الساعة مكتوبة وأنه معروف مين هيموت إمتى وأنه ما حدش ليه دخل في الموت. فلما حد بقى ربنا يديله مكافأة انه يبقى ما بينه وما بين الجنة الموت، لا دي حاجة عظيمة، ده شهيد.
ده شهيد ودي مكافأة عظيمة. عندما يدافع عن حق ويدافع عن أرض ويدافع عن أهل ويموت بهذه الوحشية من قوى الظلم، بطل. بطل شهيد. نعم. مين فينا ما يتمناش يبقى بطل وشهيد؟ نعم. هل تعتقدي أن ذلك يمكن بالفعل أن يقود إلى نهاية قريبة لإسرائيل؟ طبعا. طبعا. كيف؟ بكل المعطيات اللي أنا قلتها لحضرتك دي نهاية إسرائيل، لأن إسرائيل ليست على حق. أولا إسرائيل مغتصبة، إسرائيل أشلاء جاية من كل دول العالم لما يسمى في معتقد من 4-5 أجيال أطلقوا عليه أرض الميعاد. ولم يذهبوا إلى إسرائيل راغبين، ولكن مطرودين من كل دول العالم. الدول اللي بتدعي دلوقتي ان هي بتستندهم، وما انتوا اللي طردتوهم من البدايه، وانتوا اللي دورتوا لهم على اي مكان لان هم وباء فيروس عايزين تحطوه في اي مكان. هذا الوباء او الفيروس عمره ما هيبقى في جسد سليم. ارض مغتصبه، حقوق مغتصبه. المصيبه بقى ان هم كمان ما رضيوش ان هم ياخدوا جزء من هذه الارض المغتصبه ويتركوا لأصحاب الحق وأصحاب الأرض البقاء. حاولوا يلعبوا على وتر الإعلام وتصوير أن هم أصحاب حق، حاولوا يلعبوا على الجهل بالتاريخ وأنه أغلب الناس لا تعلم تاريخ هؤلاء الصهاينة ولا تعلم الرحلة اللي مروا بيها على بال ما يستقروا في أرض فلسطين اللي هي ملك لفلسطين والشعب فلسطين. وحاولوا ان هم يشوهوا ويغيروا المعتقدات والافكار تجاه العالم تجاه هذه القضيه بالتجهيل، بالادعاء، بالممارسات، باستخدام الاله الاعلام، ببعض ادوات التطبيع، ببعض ادوات المصالح، ببعض الادوات النقود، بادوات كثيره جدا. ولكن ما يحدث الان اعاده اظهار الحق، ما يحدث الان اعاده احياء التاريخ. وعلى فكرة دي نقطة مهمة جدا، محتاجين نقرأ تاريخ. نعم. محتاجين نبصر العالم بالتاريخ، بالتاريخ، بالأرقام، بالحقائق، بالوقائع. هتفقد إسرائيل التعاطف معها تماما. ناهيك عن أنه المجتمع الإسرائيلي ليس مجتمع متجانس وليس مجتمع ذا أصل واحد. ناهيك عن أنه الأجيال اللي راحت بفكرة عقائدية توقعوا أنها مستمرة ومورثة، الأجيال الجديدة لم ترغب فيه ولم تصبح هذه النزعة العقائدية اللي تخليه يخلف 8 أو 10 أو 15 عشان يستمر وبيرفض أساسا الزواج. دكتورة، كلمتك الأخيرة للأم الفلسطينية. هقول لها قلبي معك وأنتي شجاعة وعلمتينا يعني إيه القوة، وكل لحظة بنشاهد فيها بنتعلم يعني ايه قوة، ونستدعي قوة الإيمان عندنا، وبنحاول نستحضر قوة الإيمان اللي موجودة عندهم والعزيمة والإرادة. استمري في بقائك، استمري في دعمك لأبنائك، ولك الفوز في استرداد الأرض أو الفوز بجنة السماء، والاثنين فوز. وللمحاصرين في المستشفيات الذين لا يجدون ولا يتلقون العلاج ولا أي شيء، شدوا حيلكم واستقوا عزيمتكم واستعينوا بالإيمان بالله وبالصبر بالدعاء، عسى أن يرى العالم ما يحدث لكم. وللمقاومة، شدوا حيلكم أكتر وانتقموا أكتر وخدوا حقكم أكتر، بس اوعوا تتجاوزوا حدود الدين والأخلاق والقيم اللي تربينا عليها في معاملة النساء والأطفال. هم كده، طبيعتهم كده، لكن إحنا مش كده. ونعلمهم ونفهمهم ونبقى قدامهم النموذج والمثل اللي يتمنوا يبقوا زينا بس ما يقدروش. وهذا ما تم من اثنين من الرهائن عندما خرجنا، هو ده، هم ده، لأن ده قوة الإيمان، على المعاملة هو التمسك بالإيمان والالتزام بتعليم ربنا سبحانه وتعالى. نعم. احنا معاهم، عايزين نقول لهم احنا معاكم قلبا وقالبا. نعم. احنا معاكم في كل حاجه. في نهايه هذا اللقاء لا يسعنا الا ان نشكر دكتوره هاله منصور، استاذ علم الاجتماع، على
هذه الرؤى والأطروحات والتحليل النفسي والاجتماعي لواحدة من أهم الظواهر في العصر الحديث. دكتورة شكرا لك. شكرا لحضرتك. شكرا لكم، ونلتقي يوم الخميس القادم في 8 مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.